مساء الخير طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي لعام 2023-2024. معاكم المعلم أول ألف مها عطالله جابر، معلم أول رياضيات. معانا النهاردة أول دروسنا في مادة الرياضيات، وهي في الهندسة مفاهيم الهندسية. مفاهيمنا الهندسية بنرتب على بعضيها، يعني اللي بناخد الحاجات اللي احنا درسناها في المراحل الابتدائية وبنرتب عليها الحاجات الجديدة اللي هي بتاعت السنة الإعدادية. وأول درس بتاعنا في المفاهيم الهندسية اللي هو القطعة المستقيمة. مفهوم القطعة المستقيمة هو مجموعة النقط المكونة من نقطتين، يعني عبارة عن خط ووسطيه مجموعة من النقط، بس بيحدها نقطة من البداية ونقطة من النهاية، أي بيكون هو عبارة عن خط مستقيم ليه بداية وليه نهاية وليه قطعة ليه طول مستقيم. معلش مس أسفة، بس أنا أيوة أنا معاكي في حاجة؟ معلش عشان فاضل الدفع هيفصل، سامعني اجيب الشحن بتاعه. طب تمام حطي. أعيدها من الأول معلش. أعمل لك الرابط تاني؟ أنا هبدأ من دلوقتي وهو يشيله في المونتاج الجزء الأولاني ده معلش. طب تمام اتفضلي. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي لعام 2023-2024 وسنة جديدة. معاكم معلم أول ألف مها عطالله جابر، معلم رياضيات. أولى دروسنا في الرياضيات في فرع الهندسة هو المفاهيم الهندسية، وإحنا بنرتب مفاهيمنا الهندسية، بناخد اللي إحنا درسناه في الابتدائي ونحط عليه ونبني عليه اللي إحنا هناخده جديد في الإعدادي. وهنراجع مع بعض أول مفهوم اللي خدناه في الابتدائي وهو القطعة المستقيمة. والقطعة المستقيمة دي يا أولاد عبارة عن خط مستقيم، تمام، ليه بداية وليه نهاية وبالتالي ليه طول محدد. طيب بيتكون من مجموعة نقط، يعني مش واحدة بس، مش ألف وب بس، لا ده في مجموعة نقط هنا كتيرة وسطيهم. أنا ممكن أحط هنا نقطة ج، ممكن أحط د، ممكن أحط ه، فنقط كتيرة، بس هنا ليه بداية اسمها نقطة ألف وليه نهاية اسمها نقطة ب، أو العكس ليه نقطة بداية اسمها ب وليه نقطة نهاية اسمها ألف، يبقى يحد من الطرفين ليه نقطتين، وبنرمز ليه بالرمز كده زي شرطة كده صغيرة وبنسميه ألف ب. نقدر نقول إن هو القطعة المستقيمة ألف ب أو القطعة المستقيمة ب ألف. طيب عشان نفرق ما بين القطعة المستقيمة والخط المستقيم يا أولاد، قطعة نعرفها بإن هي قطعة حاجة كده صغيرة، فبالتالي ليها بداية وليها نهاية، عكس الخط المستقيم. كلمة خط مستقيم عشان الناس بتقول إن ده خط يبقى أنا ليدي طول، لا، الخط المستقيم هو عبارة عن قطعة مستقيمة بس ممتدة من الجهتين الاتنين، يعني ليس لها بداية ولا نهاية. يبقى تاني، الخط المستقيم هو عبارة عن قطعة مستقيمة في الأصل، وإحنا مديناها من الطرفين، من جهة اليمين ومن جهة الشمال، فأصبحت ملهاش بداية ولا نهاية، ونرمز ليها بالرمز اللي هو زي كده شرطة، وفي سهمين من الناحية دي من اليمين وناحية من الشمال، ونقدر نمسك أي نقطتين في الخط المستقيم ونسميه هو باسم الخط المستقيم. يعني أنا ممكن أقول إن اسم الخط المستقيم ده ب ج، أو أقول الخط المستقيم ج ب، أو د ب، د ألف، ألف جيم، أي نقطتين على الخط المستقيم بيمشوا إن هو اسم الخط المستقيم، تمام؟ وزي ما إحنا قلنا ونركز إنه ليس له بداية ولا نهاية وملهوش طول. المفهوم الثالث بتاعنا هو الشعاع. الشعاع ده عبارة عن برضه قطعة مستقيمة بس ممتدة من جهة واحدة بس، مش من الجهتين، عكس الخط المستقيم. الخط المستقيم كان من الجهتين، لكن في الشعاع من جهة واحدة فقط. بس ناخد بالنا لسنة أولى، هنا مينفعش إن أنا أسمي براحتي، هنا لازم إن أنا أبدأ التسمية بتاعتي من نقطة البداية،
اللي ما فيهاش اللي هي رأس السهم ده، يعني أنا لو الشعاع الأولاني دوت نقطة بدايته هنا ألف والنقطة النهاية يعني من نقطة هنا اسمها ب، ديت نقطة ممتدة بلا حدود، فأنا بسمي الشعاع ألف ب، ولازم أبدأ بنقطة البداية. طب الشكل التاني اللي تحت دوت نقطة البداية هي مين؟ ب، فبالتالي هنسمي الشعاع دوت إيه؟ ب ألف، زي ما إحنا كاتبين أهو ب إيه؟ ألف. وناخد لبالنا يعني بتيجي في المسائل بتاعت الامتحانات إن أنا عندي الشعاع ألف ب لا يساوي الشعاع ب ألف، عكس القطعة المستقيمة والخط المستقيم. في القطعة المستقيمة والخط المستقيم إن ألف ب بيساوي ب ألف مفيش مشاكل، لكن في الشعاع لا، الألف ب لا يساوي الشعاع ب ألف. دي ملحوظة مهمة برضك، إن أنا عندي القطعة المستقيمة ألف ب جزئية من الشعاع ألف ب، والشعاع جزء من الخط المستقيم. تاني، القطعة المستقيمة عشان احنا قلنا ليها بداية وليها نهاية ومحدودة، دي جزئية يعني أصغر من الشعاع، والشعاع أصغر من الخط المستقيم أو جزئية منه. طب بتيجي أسئلة إزاي؟ يعني بيقول لي إذا امتدت قطعة مستقيمة من أحد جهتيها، قطعة مستقيمة من إحدى واحدة بس مش من جهتين، فإنها تكون على طول نقول شعاع. وإذا امتدت قطعة مستقيمة من الجهتين الاتنين، يبقى أنا عندي الاتنين اللي هيمتدوا، يبقى دي اسمها خط مستقيم. هنا قال القطعة المستقيمة قال ب جزئية من نقط وجزئية من نقط، يبقى نقدر نكتب هنا الشعاع ألف ب، وهنا القطع الخط المستقيم ألف ب. في مشاكل لحد هنا سنة أولى؟ ده كله مراجعة اللي احنا خدناه قبل كده. طيب تمرين تاني بيديني شكل زي كده، خط مستقيم، وبيقول لي باستخدام علامة تنتمي أو لا تنتمي أو جزئية أو لا جزئية، المفروض إن احنا بنكتب العلاقة ما بين كل واحدة من دول. طيب احنا عندنا دلوقتي ايه الفرق ما بين ينتمي والجزئية يا سنة أولى؟ الجزئية لما يكون بقارن بين قطعة مستقيمة وشعاع وخط مستقيم، لكن اللي ينتمي لما يكون عنصر مع خط مستقيم أو قطعة مستقيمة. تاني، يبقى أنا لما أقارن ما بين قطعة مستقيمة أو قطعة مستقيمة أو قطعة وخط أو قطعة وشعاع أو أي حاجة من دول من الثلاث مفاهيم اللي إحنا خدناها، بيبقى إما جزئية أو لا جزئية. لكن لما أقارن عنصر مع مجموعة، تمام، بيعتبر إن إحنا بنكتب ينتمي أو لا ينتمي. طيب هنا دي مجموعة مع مجموعة، القطعة المستقيمة والشعاع، طالما الشعاع مين؟ ب ألف، يعني خد ب وراح لمين؟ لألف كده اهوت، يعني هو الجزء ده كده اهو، تمام؟ يبقى أنا عندي القطعة المستقيمة ألف ب من ضمن الشعاع ولا مش من ضمنه؟ هنا طلعت من ضمنه، يبقى احنا نقول إن ألف ب جزئية من ب ألف. طب هنا العنصر ناخد بالنا، العنصر ب وألف جيم القطعة المستقيمة، أدي ألف جيم أهي، وبه به تنتمي ليهم ولا لأ؟ تنتمي يا مثلا، موجودة في النص، يبقى إحنا نكتب تنتمي. الشعاع ألف جيم بدأ عند ألف وراح لمين؟ لجيم كده أهو، والخط المستقيم ألف به، جزئية ولا مش جزئية؟ جزئية، يبقى أنا ناخد لبالنا، يعني بتيجي الأسئلة ديت في الامتحانات. تيجي المفهوم تاني، حاجة اسمها المستوى، والمستوى دوت هو عبارة عن السطح الممتد الممتد بالشكل حواليه، تمام؟ يعني أنا ممكن أقول إن كده السطح بتاعنا ديت اللي هي دي عبارة عن دي سطح أو مستوى، ويرمز ليه دايما برمز واحد بس، سواء سين أو صاد أو عين أو أي رمز. يبقى المستوى دوت ده السطح اللي بيمتد من جميع الجهات إلى ما لا نهاية، يعني أي سطح حواليا ده بنسميه مستوى. طيب مفهوم بعد كده الزاوية، الزاوية عبارة عن اتحاد شعاعين أهو، أدي ليهم نفس نقطة البداية
ويكون نقطة البداية دي عبارة عن إيه؟ دي رأس الزاوية، دي اسمها رأس إيه؟ الزاوية، والشعاعين دول عبارة عن ضلعي الزاوية. تاني يبقى الزاوية عبارة عن اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة إيه؟ البداية. طيب نقطة البداية دي بسميها رأس الزاوية، والضلعين بتوع الشعاع دول ضلعين اللي هما مين؟ الزاوية. في مشكلة لحد هنا؟ طيب من ضمن الملاحظات ان علامة الزاوية بنعملها يا اما علامة زي كده اصغر من او كومة كده اهوت فوق ايه الزاوية بتاعتي. بنستخدم عشان نقيس الزاوية ايه؟ المنقلة، مش بنستخدم اي حاجة تاني. يبقى بنستخدم المنقلة عشان نقيس ايه الزاوية. مهمة جدا دي يا سنة اولى، لان الناس كتيرة بتتلخبط منها وتبقى مش صح في الامتحانات بتاعتنا. ان انا لما اجي اكتب اسم الزاويه، انا عندي شكل اهو، لما اجي اكتب اسم الزاويه يا اما معايا حاجتين، يا اما هكتبه بحرف واحد يا اما بثلاث حروف، مفيش حاجه تاني، يا بحرف واحد يا بثلاثه، ما ينفعش اكتبه بحرفين، ما ينفعش اكتبه باربعه، هو يا حرف يا ثلاثه. طب اي حرف لسه هكتبه؟ لا، لو هكتبه بحرف واحد يا سنه اولى هكتبه باللي هو رأس الزاوية بتاعتي، يعني الشكل اللي عندنا ده هكتب ان هو اسم الشكل دوت الزاوية ايه؟ ألف. طب مش عايز اكتبه بحرف واحد، هكتبه بتلاتة، براحتك. ممكن أبدأ من جيم، يبقى هقول جيم وهمشي كده اهو ألف، وبعد كده أروح لمين؟ لب. أو هبدأ من ب، يبقى ب وأروح لألف، وبعد كده هطلع لمين؟ لجيم. يبقى لازم امشي بالترتيب، ما حدش يقول لي طب مثلا هاخد كده جيم ب ال، اقول لك لا، لازم في النص يكون راس الزاويه، لازم يكون في النص راس ايه؟ الزاويه. يبقى تاني الشكل عندي اما هيسمى بحرف واحد اللي هو الراس، لازم، ما حدش يقول لي طب انا هسميها بجيم، لا، هو الراس عندك هنا مين؟ الف. يبقى اما الراس الف او هاخد جيم الف ب او ب الف جيم. طيب فاكرين احنا خدنا المستوى، ادي الشكل كده المستوى اهو شايفينه لونه هو برتقاني، وهنا ادي الزاويه بتاعتي. في نقط تقع داخل الزاويه، وفي نقط تقع على ضلع الزاويه، وفي نقط تقع خارج ايه الشكل بتاع الزاويه، بس تقع اسمها في المستوى. يبقى انا عندي الزاويه هتقسم المستوى لثلاث اقسام، في داخل وفي على الزاوية وفي خارج الزاوية. طب تيجي نبص داخل الزاوية، داخل الزاوية هنا مين؟ عندي نقطتين اهم اللي هما الدال والواو. طب على الزاوية في تلاتة، ادي جيم وادي الف وادي مين؟ ب، دول هما اسمهم على الزاوية. طب في الخارج عندي نقطة واحدة اللي هي مين؟ الف. خلاص؟ مفيش حد يقول لي مس اصل دي مكتوبه من بره يبقى تعتبر بره، لا، النقطه الاساسيه فينها اهي، دي احنا بنكتبها بره عشان خاطر ان هي مفيش مكان على الضلع نفسه، لكن احنا اساسا النقطه بتاعتها فين مكانها؟ هنا على ضلع الزاويه. طيب قياس الزاويه، بنقيس الزاويه ايه؟ زمان كنا بنقيس الزاويه سنه اولى باللي هي الدرجه، احنا كبرنا دلوقتي وبناخد حاجه اسمها في درجات، في الدقائق، في الثواني. طيب الدرجة الواحدة فيها 60 دقيقة، الدرجة الواحدة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية، يمثل زي الساعة بس بدل الساعة هنكتب درجة. يبقى الواحد درجة فيها 60 دقيقة زي ما الساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. في مشاكل لحد هنا؟ طيب مثال بيقول لك حول الزوايا الآتية إلى درجات ودقائق وثواني، 60 درجة ونص، 50 درجة وربع، 90 درجة واثنين على 8. تعالوا نشوف بنعملها ازاي. هنمسك أول واحدة ال 60 ونص، هضرب النص، هاخد كده النص بس، تمام، ماليش دعوة بال 60، 60 دي هركنها على جنب، النص ده وهضربه في ال 60، يبقى 60 دي هي 60 دي؟ لا، الستين ديت هي بتاعت الستين ايه؟ الدقايق. يبقى نص في ستين هيديني 30،
تمام، أصبحت إن أنا إيه أدي عندي السؤال أهو 60 ونص، هشيل النص وأحط 30 دقيقة وأدي 60 درجة بتاعتي أنزلها زي ما هي. ناخد مثال تاني، 50 وربع، هاخد الربع أهو وأضربه في 60، أهو هنا 50 فدي 60، مالناش دعوة بالـ50 دي خالص، هضربها في 60 عشان أحول إيه للدرجة، يبقى ربع بـ60 بـ15، يبقى أنا هشيل الربع في المسألة واحط 15 واحط فيها الشرطه اللي هي الدقيقه، وادي ال 50 درجه هتنزل زي ما ايه؟ زي ما هي. المثال اللي بعده 90 درجه و2 على 8، هشيل ال 2 على 8 واحطها في ال 60، يبقى 2 على 8 في 60 بتساوي كام؟ 15. يبقى انا هشيل ال 2 على 8 واحط مكانها ال 15 وهنزل 90 زي ما هي. في أي مشاكل سنقول لحد دلوقتي؟ إحنا ماشيين واحدة بواحدة عشان نفهمهم صح، لأن دوت هيترتب عليهم حاجات كتيرة في تانية وفي تالتة. تيجي بعد كده أنواع الزوايا. عندي حاجة اسمها الزاوية الصفرية، الزاوية الحادة، الزاوية القائمة، الزاوية المنفرجة، والزاوية المستقيمة، والزاوية المنعكسة. 6 أنواع هندرسوهم السنة دي. أشكالهم أهي، أدي الزاوية الصفرية أو المنعدمة، الضلعين أهو شايفين الأزرق والأخضر، الضلعين على بعض مفيش بينهم أي مسافة خالص. بعد كده تيجي الزاوية الحادة، أهو الضلع الأزرق أهو ابتدي يطلع بعيد عن دوت بس برضك بزاوية صغيرة. بعد كده بتيجي الزاوية القائمة، بعد القائمة المنفرجة، بعد المنفرجة المستقيمة، وبعد المستقيمة المنعكسة، وبعد كده ترجع تاني اللي هي نقطة ايه التانية اللي هي الزاوية الكاملة. ناخدوها بالتفصيل. الزاوية الصفرية هي شعاعين يكونوا على بعضيهم مفيش بينهم أي مسافة خالص، ودي بنسميها الزاوية الصفرية أو المنطبقة أو المنعدمة، مفيش خالص بينهم. طيب بتكبر شوية وبتيجي حاجة اسمها الزاوية الحادة، والزاوية الحادة دي اللي قياسها أكبر من الصفر وأقل من 90، بتمشي كده هوا شوية وتيجي كل دي المنطقة دي كلها اسمها زاوية حادة. يبقى الزاوية الحادة أكبر من الصفر وأقل من 90 درجة. طيب دي أشكال منيها، أشكال مختلفة، مش شرط إن هي تبقى شكل يعني ضلع كده بيبقى على السطر وطلع من فوق، ممكن يبقى شكل زي كده، ممكن شكل 8، ممكن شكل 7، فأي شكل دول كلهم أشكال الزاوية إيه الحادة. طب الزاوية القائمة، الزاوية القائمة هي الزاوية التي قياسها 90 درجة بالظبط، يعني الضلع بيكون عمودي على الضلع التاني، وأحياناً يا سنة أولى مش بيذكر إن دي 90 درجة، وبيعملك الشكل شايفينه مربع الأسود دوت، بيعملك في الرسمة الشكل ده، فالشكل ده معناه إن دي زاوية قائمة 90 درجة على طول، أول ما أشوف أي شكل عندي تمام في التمارين بتاعتي والاقي مكتوب عليه مربع زي كده صغير بعرف ان دي الزاويه على طول 90 درجه. طب احيانا بيحب يتفزلك معايا شويه، بيقول لي هي عباره عن 89 درجه و60 دقيقه، ازاي يا مس؟ هقول لك ال 60 دقيقه ديت بكام درجه؟ دي بدرجه واحده، فالدرجه دي لما تروح على 89 تديني كام؟ 90. يبقى الزاوية 90 هي ممكن أسميها 89 درجة و60 دقيقة، تمام؟ طيب تيجي بعد الزاوية القائمة الزاوية المنفرجة، والزاوية المنفرجة هي الزاوية اللي أكبر بعد كده من كام؟ من 90 وأقل من 180، دي بنسميها الزاوية المنفرجة، يبقى اللي هي الأكبر من 90 وأقل من 180. الزاوية المستقيمة هي الزاوية اللي الضلعين بتوعها على استقامة واحدة، تمام؟ بتساوي 180 درجة، وديت ممكن نسميها 180 أو 179 درجة و60 دقيقة، ليها تسميتين خلي بالنا، يا إما 179 درجة و60 دقيقة أو 180 درجة، بردك زي ما أنا قلنا الـ60 درجة 60 دقيقة بتدي 1 درجة،
فالواحد درجة دي لما أضيفها على المية تسعة وسبعين بتديني مية وتمانين. الزاوية المنعكسة، الزاوية المنعكسة هي الزاوية اللي أكبر بعد كده من الزاوية المستقيمة، اللي هي أكبر من المية وتمانين وأقل من تلتمية وستين. يبقى الزاوية المنعكسة هي الأكبر من الزاوية المستقيمة اللي هي مية وتمانين وأقل من التلتمية وستين. طب لازم ناخد بالنا ملاحظة مهمة، إن قياس الزاوية المنعكسة لأي زاوية بعملها إزاي؟ بقول إن هي عبارة عن 360 ناقص الزاوية اللي عطاها لي. يعني بيقول لي هنا في المثال احسب قياس الزاوية المنعكسة للزاوية 120. يبقى أنا هقول 360 ناقص ال 120 اللي هي الزاوية اللي عايز المنعكسة بتاعتها. 360 ناقص 120 240. يبقى الزاوية المنعكسة هتساوي كام؟ 240. يبقى لما يطلب مني زاوية منعكسة لأي شكل بجمع الزوايا اللي عندي واطرحهم من 360 بتديني الزاوية المنعكسة. طيب بيجي لي مثال بيقول لي اذكر نوع الزوايا الآتية، واداني مجموعة من الزوايا وقال لي بعد كده اهوت عايز الزوايا دي بقى، يقول لي صفرية حادة قائمة ونشوفه مع بعضينا. نمسك واحدة واحدة كده اهوت، هو عايز هنا الزاوية 50 درجة، الزاوية 110، الزاوية 90، 240، 180، 389 درجة و60 دقيقة، 350. أنا عارفاكم لسنة أولى شاطرين وهنحلوها مع بعض. الزاوية 50 درجة دي عبارة عن إيه؟ أقل من 90، يبقى دي اسمها زاوية حادة. ال 110 درجة ديت أكبر من 90 يبقى إيه؟ وأقل من 180 تبقى منفرجة. الزاوية 90 بس يبقى إيه؟ قائمة. ال 240، ال 240 ديت أكبر من المستقيمة اللي هي 180 وأقل مس من 360 يبقى اسمها إيه؟ زاوية منفرجة. طب دي 180 درجة، دي 180 درجة بالظبط، قلنا ديت الزاوية المستقيمة. 300 درجة، ال 300 ديت أكبر من ال 180 وأقل من كام؟ ال 360 يبقى سميها زاوية منفرجة. لا دي زاوية مش منفرجة سنة أولى، معلش دي الزاوية المنعكسة، يعني هي أكبر من 180 وأقل من 360 دي الزاوية المنعكسة. طيب ال 89 درجة و60 دقيقة، 89 يا مس دي حادة، لا استنى شوف كم دقيقة، كم درجة، كم دقيقة، 60 دقيقة بحالها، 60 دقيقة بحالها تديني واحد درجة، لما تتحط على 89 تبقى كام؟ 90، يبقى أصبحت زاوية قائمة. طيب ال 350، ال 350 ديت أكبر من ال 180 وأقل من ال 360 برضك هي منعكسة مش منفرجة. في مشاكل سنة تالتة سنة أولى؟ طب بيقول لي أوجد الزاوية المنعكسة للزوايا إيه الآتية. يبقى هو عطيني زوايا وعايز الزاوية المنعكسة. طيب نيجي نشوفها مع بعضينا. قلنا ان احنا هنطرح ال 360 من الزوايا، 360 ناقص ال 80 يبقى بتساوي كام؟ 280. ال 360 هطرحها من ال 45 بتديني 315. لحد هنا المثل دي سهله. طب انا 179 درجه و60 دقيقه هعملها ازاي يا سنه اولى؟ طبعا احنا كلنا معانا الاله الحاسبه، تمام؟ طيب هنعملها ازاي؟ دي شكل الآلة الحاسبة بتاعتي، تمام؟ هكتب في الأول 360 ناقص، هدوس ناقص، شايفين الزرار اللي هو فيه شكل الكومة وآدي الشرطة وآدي الشرطتين، هي دي عبارة عن الزرار بتاع الدرجات والدقايق والثواني أهو، ده شكله في الآلة الحاسبة، طبعًا كل واحد بيختلف مكانه، مكان الزرار دوت من آلة للتانية من نوع، فإحنا بندور على الشكل ده اللي فيه زرار فيه كومة والشرطة والشرطتين، تمام؟ فأنا دلوقتي بعمل إيه؟ هدوس اللي هو 179، هكتب 179 وأروح أدوس إيه؟ على الزرار ده، وبعد كده هكتب 60 وأروح أدوس على الزرار ده تاني، هيعمل لي إيه؟ اللي هي الدرجة والدقايق، وهكتب بعد كده يساوي، هيديني الناتج اللي هو عبارة عن كام؟ 180،
تمام؟ نفس الحكاية هنا في التسعين درجة وواحد دقيقة، هطرحهم من 360، أهي هكتب 360 وبعد كده هكتب ناقص وهكتب 90 وأدوس على زرار بتاع الكومة والواحد وأدوس زرار تاني بتاع الكومة تاني، وهيديني الناتج أهو، تمام؟ شايفين أهو؟ قال لك هتبقى 269 درجة و59 دقيقة. بعد كده نفس الحكاية، أدي 125 هطرح 360 ناقص 125 هيديني النتيجة اللي هي بتاعت 235، دي الزاوية المنعكسة، وال 300 يبقى 360 ناقص ال 300 بتساوي ال 60 درجة. لحد هنا السنة أولى، في أي مشكلة معانا؟ يا ريت نراجع الحاجات ديت ونحل التمارين عشان خاطر كل ما نحل أول بأول كل ما الدنيا تبقى سهلة معانا ونفتكر كويس كل حاجة. ولحد هنا انتهى لقائنا، والقاكم في حصة قادمة مع تمنياتنا بالتوفيق. الإدارة العامة للمحتوى التعليمي والمعلم أول ألف مها عطلة جابر.